يا أمرايا يا سالي يا جميلة يا جدعة، أنا أحب الستات الجدعة. وأنتي واضح إن أنتي مش ست. يا بنتي أنتي أهلك جوزوكوا بدري ليه كده؟ كنت باكل كتير فقال لك نخلص منها بقى ونروح لجوزها يأكلها. اه بالظبط. سالي أنا فرحانة بيكي قوي لأنك سنك 27 سنة واسم الله عليكي، اتجوزتي وعملتي أسرة وولاد، ده ما عطلكيش إنك تعملي مستقبل لنفسك وتسحبي جوزك كده بذكاء الست الحلو الجميل ده. عشان انا فاهمه كده لما الراجل يبقى رافض. احكي لنا انت بقى. هو في البدايه اصلا الموضوع في دماغي من زمان جدا، يعني موضوع التجاره نفسها في دماغي من زمان جدا، ممكن وانا في ابتدائي. يعني انا عايزه اقول لك يعني، بس ما تضحكيش عليا. لا لا افرح. كنت مثلا اي حاجه مثلا بايظه، مثلا هدوم مثلا بتاعتنا بايظه مثلا، اروح انقصها واعملها مثلا حاجات تانية. ممكن اعملها توك، ممكن اعملها مثلا فستان لعروسه، فستان لاي حاجه. تمام. دماغك بتشتغل، عايزه تعملي حاجه، يعني تطلعي حاجات مختلفه. خدي الغريبه بقى ان انا كنت باخد التوك دي وابيعها لاصحابي في المدرسه. طب ثانيه واحده، والله انا عايزه من فضلكم، اسم الله اسم الله على الجدعات يا جماعه. انا ليا صحبات كتير، منهم مثلا ستات شبه حبيبتي سالي، وفي ستات تانيين تفضل تنكد على جزء البيت والديني والبيت وساعات بيبقى في خناقات ان البيت الدنيا متاثره. لكن لما تبقى ست جدعه وتفكر ازاي بجدعنتها تساهم او تساعد او تجيب قرش، يعني انا فرحانه بيكي قوي حبيبتي. والله العظيم يا بختك، مامتك ده عيالك، عشان الستات اللي من النوعيه دي رزق كبير. طبعا يا حبيبي. طب كلمة حلوة لسالي كده. لا هي تستاهل أكتر من كده بكتير حبيبي، ربنا يكرمكم. اللهم صل على النبي. ما شاء الله تبارك الله، أحسن تتخانقوا مثل ما ولا حاجة. الله أكبر. تمام. فالموضوع بقى إيه يعني معايا في الابتدائي، إن أنا حابة موضوع التجارة، حابة إن أنا أعمل حاجة. فبعدين دخلت بقى مرحلة ثانوي ومش عارفة إيه وكده، وبعد كده اتجوزت. فالموضوع برضو كان مع والدي في الأول، إن أنا قبل ما أتجوز وكده اقول له انا عايزه اعمل كذا، انا عايزه انزل اجيب من مثلا من مكاتب جمله، ان انا عايزه اشتغل في الملابس عموما. يقول لي لا. ما هو الابهات يا بنتي والازواج معظمهم بتحس انه يسدد. لا لا فاهمه، اللي هو بنت بقى وكده ففاكرك ده انت راجل. بس يعني لما بعد ما اتجوزت وكده، المهم ان انا عملتها له مفاجاه بقى. انا كان معايا خاتم جوازي، تمام، نزلت بعته تقريبا كان عامل 750 جنيه 800 جنيه حاجه كده. ده اول مبلغ ان انا بدات فيه. طب انا حاضر ولا اسقف لك كل شويه؟ لا ما تسقفيش وحياه ربنا. 750 جنيه ابتديتي مشروعك؟ او 800 مش فاكره بالظبط. يا ستي 800 مش انا. فبعد كده كان في مصنع منزل، ده كان اول شغل ليا خالص. كان في مصنع منزل ان في ترنجات وحاجات كده. سنتر عجميستا يا جماعه، ارقام تليفونات اهو، صوروها عشان ده في اسكندريه. اسكندريه. اللي عايز يروح عشان هنعمل لكم مفاجآت حلوه، اصبروا. انا ها يلا كملي. بس ف بقول ايه؟ كنت بتقولي ان انت ب 750 جنيه او 800 جنيه بدأت في مصنع. انا جبت بقى، جبت ملابس، تمام، كانت ترنجات حريمي، وكنت شغاله بقى من الاكونت بتاع محمد، ما كانش عندي فيس اصلا. تمام. وعلى الجيران وعلى الكلام ده كله. بعتي. طبعا في بعتهم، بس كان في الاول يقول لي الناس بقى عموما انت هتعملي ايه؟ وانت فاكره نفسك انت هتنجحي؟ يعني كمان الناس بتحبطك. ايوه، مفيش حد بيشجع. لا يعني كان في طبعا، كان اولهم محمد بقى، كان في الاول خلص رافض، وبعد كده لما لقاني خلاص انا حابه الموضوع وخلاص انا متكله على الله، انا عملت لهم مفاجاه اصلا. انا نزلت بعت الخاتم وقلت له محمد انا اتفقت على شغل وجاي بكره. تمام. بعد كده رحت. بس برضه محترم وجدع راجل تاني يقول لك ابعتي الخاتم الجواز اللي انا جايبه لك. لا لا لا، هو بص لي كده قال لي انت عايزه كده؟ قلت له تمام. قال لي خلاص هنشوف انت هتعملي ايه، بس انت لو عايزه عايزه ان انت تبداي مشروعك ده كده، فانت خليكي ان انت ثابته على موقفك. لما كان بيسمع كلام الناس ان هو انت انت هتفشلي، انت مش عارفه ايه، يعني ما تسمعيش لحد ما دام انت. الله يكرمك يا حبيبي. طب انا ما عرفتش انت ما حكيتش على نفسك الحته الحلوه دي، انك برضه ده انت دعمتها نفسيا جدا، ما لكيش دعوه بحد. كان في تعليقات سلبيه.